إذا أردت أن يلين قلبك ويخشع وتقنع من هذه الدنيا، فتذكر رحلة إلى الدار الآخرة. هذه الرحلة التي تبدأ بالانتقال من عالم القصور والفلل والدور إلى عالم القبور. متى موعد هذه الرحلة؟ متى موعد هذه الرحلة؟ اسمع خبر الرب جل جلاله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الذي تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبيه وقال: كن في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سبحان الله، ابن عمر رضي الله عنهما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عنفوان شبابه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رحلة إلى الدار الآخرة، رحلة من عالم القصور والفلل والدور إلى عالم القبور. هذه الرحلة محتومة على كل مخلوق. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر، اسمع: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والتي حذرنا منها ربنا فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. رحلة إلى الدار الآخرة.